السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معانا رسمة جديدة، هنرسم بطيخة عندها عينين وبق وبزر. يلا تعالوا نشوفوا الرسمة ونرسمها ازاي. نفذوا معايا الخطوات، يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنعمل زي مثلث، نفس الطول دوت هنبنيه قد ايه، نقوله 15. هناخد الناحية التانية بس هنسيبه فرق حوالي هنا 1.5 سنتي كده، تمام. المثلث هيبقى مش كده، يبقى فيه زاوية شوية. البطيخة من تحت مش هنجيبها خط مستقيم، هنجيبها نص دايرة. الحتة البيضة اللي فوقيها أصغر منها شوية، تمام كده. وهنرسمه ليها عينين، بطيخة شقية شوية. هنعمل دايرة كده، دايرة كده، وجواها دايرة. والبق بتاعها هنعمل لها البذر هنا، نرسم البذرة ازاي؟ لكني بعمل 7 واقفلها دايره من فوق. خلصت معانا البطيخه، يلا بينا نلونها. هحددها كلها الاول بالاسود، الباقي ده هحدده بالاخضر. ده بالاحمر. هبدأ ألون بقى الجزء اللي فوق ده كله بالأحمر. تمام، البذرة هيبقى بالأسود. الدايرة اللي أنا سبتها دي البيضة بتاعت الإضاءة، هلون العين باللبني. عملت كمان دايرة عشان هسيب البياض أبيض، هنلونه تحت دي بالأخضر الغامق. ممكن ده نلونه بالأخضر الفاتح. كده الرسمة خلصت معانا. معانا بطيخة عندها عين وبق، عندها بذر كمان. كلنا عارفين ان البطيخ بيطلع في فصل الصيف وليه فوائد كتيرة جدا. يلا نفذوا الرسمة وروها لي وقولوا لي ايه رأيكم. يارب تكون عجبتكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع رسمة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.